بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وصية الشاعر يوسف البشتاوي النابلسي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 1263 للهجرة، حين شعر بدنو أجله هو وزوجته أم ابنه، كتب أبياتا عذبة باكية يوصي فيها ابنه الوحيد بزيارته وزيارة أمه في قبريهما. قال رحمه الله: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد حملت إليهما، لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء، زاراك حبوا لو على قدميهما، كانا إذا ما أبصرا بك علة، جزعا لما تشكو وشق عليهما، وإذا هما سمعا أنينك أسبلا، دمعيهما أسفا على خديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما، فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما.